بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث هاديا ومعلما ورحمة وكافة للناس أجمعين. وبعد، فهذه هي المحاضرة الثالثة من سلسلة فقه السيرة النبوية. في هذه المحاضرة نتناول مع حضراتكم أهم الأحداث التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم والأيام الأولى من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. من أهم الأحداث التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم سنتناول حادثتين: الأولى قصة حفر بئر زمزم وفداء والده عليه الصلاة والسلام، والحادثة الثانية حادثة الفيل. نبدأ بالحادثة الأولى وهي قصة حفر بئر زمزم. جاء في كتاب صحيح السيرة النبوية للشيخ إبراهيم العلي عن حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي: احفر طيبة. قلت: وما طيبته؟ قال: ثم ذهب عني. قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر برة، برة من البر والخير. قال: قلت: وما برته؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المضنونة، يعني المحفوظة والتي يضن بها يبخل بها على الآخرين لقيمتها العالية. قال: قلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم. قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل، مثل الحزورة. قال: فلما بين شأنها ودل على موضعها وعرف أنه صدق، غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب، وليس معه يومئذ ولد غيره، فحفر فيها، يعني خرج الصباح، رأى أناس ذبحوا شاة ورموا فرثها يعني كرشها وهناك دم، ثم وجد نملا، ثم وجد غرابا ينزل وينقر في الأرض، فعلم أن مكان نقر الغراب هو مكان الذي يجب أن يحفر فيه، فخرج وهو وابنه الوحيد الحارث، فحفر حتى ظهر الطي، الطي يعني الطين الذي يسبق ظهور الماء. كبر، قال: الله أكبر. فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، يعني حصل على الماء، فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا، فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. قالوا له: فأنصفنا، فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعد بن هذيم. قال: نعم، وكانت بأشراف الشام. إذن كان قال: نتحاكم نحن وإياك عند الكاهنة، كانت هذا مبلغهم من العلم، وهي تحدد لنا صاحب البر. فساروا إلى أرض الشام، وبينما كانوا هم في الطريق انقطع عنهم الماء، ثم كادوا يموتون، وأرسلوا كل واحد منهم سار في الطريق يبحث عن الماء، فما حصلوا على الماء، فقال: يحفر كل واحد منا لنفسه قبرا ويتمدد فيه. فإذا حان أجله قام زملاؤه فدفنوه، فلما فعلوا ذلك وأوشكوا على الهلاك قالوا: هذا والله السخف، لماذا نسلم نفسنا للموت؟ فليذهب كل واحد منا يبحث، فإن حصل على ماء نجا،
فقام أبو عبد المطلب ليرحل ناقته، فضربت برجلها الأرض فانبثقت منها نبع ماء، فشربوا فسلموا، فقال والله أن الله عز وجل نجانا بفضلك يا عبد المطلب، هذه البئر لك ولا نخاصمك. فعندما رجع عبد المطلب إلى مكة وقد حظي بشرف حماية بئر زمزم وهي ملكه، قال إن سبب تكاثرهم علي هو أني لا أملك إلا واحدة من الأولاد، فيا رب إن أعطيتني 10 من الأولاد ذبحت لك واحدا منهم. فسبحان الله، الله عز وجل رزقه مع الأيام 10 من الولد، وكان أصغرهم عبد الله، وكان يحبه، ليس أصغرهم، أصغرهم كان أحبهم إليه أوسطهم عبد الله، وكان يحبه حبا شديدا. فلما حصل له 10 من الولد كتب أسماءهم على السهام وقام يستهم، فخرج عبد الله فأراد مرة ثانية أن يستهم يسحب، فخرج سهم عبد الله 3 مرات، فأخذ عبد الله ومعه سكين يريد أن يذبحه، اجتمعت حوله قريش وقالوا له لا تفعل، إنك إن فعلت أصبح سنة من بعدك. فقال أو تفتوني؟ فقالوا نفتيك، تذهب إلى كاهنة في اليمن. شوف، كاهنة في الشام، كاهنة في اليمن، هذا كانت ثقافتهم محدودة جدا وضحلة، ويركزون ثقافتهم وعلومهم على أشياء سخيفة. فذهبوا إلى كاهنة في اليمن فسألوها، فقالت لهم تضع سهمين، سهم عليه عبد الله وسهم عليه 10 من الإبل، وتكرر حتى يخرج الإبل. فقام بالسحب للمرة الأولى 10 من الإبل، ثم سحب مرة ثانية 10 أخرى حتى بلغ عدد الإبل 100، فخرج 100 فذبح 100 من الإبل، فأطعم بها منها قريشا والقبائل العربية التي حولهم حتى وصلت لحومها إلى أطراف الجزيرة، ولم يبق أحد إلا تناقل خبر فداء عبد الله ب100 من الإبل، حتى أن الحيوانات أكلت من ذلك الفداء. وفي ذلك إعلاء لشأن هذا الغلام الذي افتداه أبوه ب100 من الإبل وأطعم بها منها العرب. طبعا وهذا لم يكن فقط لعبد الله، هو بشارة إلى أن هذا الرجل جاء لمهمة، وهي هذه المهمة أن يضع بذرة، هذه البذرة ستكون بذرة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. الحادثة الأخرى التي حدثت قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي حادثة الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوم الحديبية وصل إلى منطقة، فخلأت أو أحجمت بركة راحلته، فلم يستطع الحركة، فقال لها حل حل، يعني تحركي، فرفضت. فقال الصحابة خلأت القصواء، كان اسم ناقته القصواء، القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني الله عز وجل. جاء في السيرة النبوية لأبي حاتم أن ملكا حكم في اليمن وهو حبشي اسمه أبرهة، حيث كانت اليمن تتبع للحبشة، كانت الحبشة نصرانية، والحبشة تتبع في دينها كما ذكرنا لكم في المحاضرة قبل الماضية للكرسي الإسكندري.